مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام، وتحية نتجدد من خلال هذا البرنامج قانون اللعبة، ومن خلال هذه الإطلالة في هذا البرنامج دائما وأبدا نسولف عن كل الرياضات المختلفة بقوانينها، سواء كانت القوانين يعني اللي قاعد يلعبون فيها أو حتى القوانين اللي قاعد تستحدث ما بين فترة وأخرى. وبلا شك الفنون القتالية هي لها الطابع الأكثر من خلال هذه القوانين المستمرة بالتغير، وأكيد هذا التغير لصالح أي لعبة يمثلون فيها. اليوم لعبتنا وكابتننا العزيز والقدير اللي منورني داخل الحلقة هو الكابتن، ولا تدري شلون ماني قايل اسمه، بعد السيرة الذاتية راح تعرفون من هو وشنو هذه اللعبة. خلونا نرحب من بعد السيرة الذاتية بالحكم واللاعب والمدرب والإداري أكيد في لعبة الجوجيتسو البرازيلية الكابتن عبد الله الملا. حياك الله كابتن عبد الله ونورنا. الله يحييك ونور نورك وشاكركم استضافتكم. يسلمك. يعني الكل يعرف بالفنون القتالية، ولكن هناك ألعاب كثيرة وما شاء الله بالأسامي، يعني يمكن حفظت انا بس صراحه هم لو اقول لك اياهم ما راح اتخربط فيهم، لان كلهم تقريبا متشابهين بالمسمى، ولكن اكيد هم غير من خلال تمارينهم وقوانينهم وحتى اللعبه. نبي نتعرف بدايه عن تاريخ الجوجيتسو البرازيليه. تاريخ الجوجيتسو البرازيليه، الجوجيتسو بشكل عام طلعت من مؤسس الجودو. نعم، مؤسس الجودو كان عنده لاعب وايد مشهور بس كان يحب اللعب الارضي عندهم، فحاول انه يطور له سيستم خاص فيه، حاول كثر ما يقدر انه ينافس بالسيستم هذا، فتميز بشكل وايد كبير وقدر انه يغلب وايد اشخاص وعلامات على قولتهم بالفنون القتاليه المختلفه، وقدر انه يثبت لعبته وايد افضل من اللعبه اللي هو خذاها، وقدر انه بعد فتره من الفترات انه ينتقل للبرازيل، ومن البرازيل كخدمه من عائلة غريسي. ايوه. انزين. علم عيالهم ومن هني بدأت تشتهر لعبة الجوجيتسو البرازيلية. يعني هي بالاصل مو برازيلية. تأسست عفوا الجوجيتسو البرازيلية. تأسست بالبرازيل بقوانين جديدة ولا هي نفس القوانين خلينا نقول من اليابان إلى البرازيل؟ هي لما طلعت من اليابان كانت طالعة تقريبا يعني اقدر اقول لك اكثر من 70% مو الجودو اللي هم ماخذينها، يعني كانت حركات فنيات مثل ما هي، بس في اشياء كانت تركيزها وايد اعلى من الجودو. صحيح. فلما راحت هناك بداوا انهم يضيفون اشياء زياده يحطون عليها. نعم. زين. البهارات البرازيليه. البهارات البرازيليه. نعم. بداوا انهم على قولتهم ياسسون لعبه. كونك يعني انت خبير اصبحت في اليابانيه والبرازيل او تعرف هذا التاريخ، للحين اليابانيين يلعبون بلعبتهم بقوانينهم مختلفين عن البرازيل، ولا فكروا يوم من الايام ان يدمجون مع بعض ويصيرون كلعبه واحده باسم الجوجيتسو بس؟ للامانه لما الحين في اختلافات ما بين اللعبتين، يعني في لعبه الجوجيتسو اليابانيه فيها مثلا ضربات، لعبتنا احنا ما فيها ضربات بالمره. لعبه الجوجيتسو اليابانيه فيها شو سيستم كاتا، احنا ما فيها كاتا. زين. ففيها اختلافات وايد كبيره، احنا نكون اقرب حق الجودو من احنا نكون اقرب حق الجوجيتسو اليابانيه. مع ان الجوجيتسو اليابانيه هي كانت اساس الجودو نفسه. ممتاز. اي زين، الجوجيتسو هل تضم العاب ثانيه غير الجودو مثلا؟ انت تقول يعني في كثير من الالعاب، مثلا اقول الامامي يمكن 5 ألعاب بلعبه واحده، لعبه ثانيه ايضا 3 لعبات بلعبه واحده، هل الجوجيتسو ايضا بس الجودو يعني قريبه لها ولا لا ماخذه ايضا لعبه ثانيه وضامته لها؟ بالنسبه حق الجوجيتسو البرازيليه هي عباره عن خليط زين من فنون المصارعه. جميل. فالفنون المصارعه يعني من احد اسباب تطورها، في لاعب عندنا جدا مشهور حاول انه هو يطور اللعبه بفتره من فتراته، وللامانه لما ضاف الاشياء كان ماخذ بعض الاشياء من لعبه السامبو، بعض الاشياء من لعبه المصارعه، وحاول انه يركز اكثر على الجودو من ناحيه ضربات الاسقاط، وقدر انه يعني على قولتهم
يسوي ابديت حق الجوجيتسو اللي كانت التقليديه اللي هو ماخذها. عبد الله انت وديتني على الجود ووديتني على المصارعه وانت تسولف قاعد احاول اسوي ميكس بينهم. بسألك عن هذا الميكس، بس انا الحين وياك بوقف مع الساده المشاهدين، نوقف بهذا التقرير ورادي. صدر اليابانيون فن الجيجيتسو القتالي إلى البرازيل عبر الأستاذ ميسوميد الذي قام بتعليم الأخوة جرايس مبادئ وأسس الجيجيتسو، وأثبتوا كفاءتهم العالية في تعلم وإتقان هذا الفن القتالي. وبعد فترة وجيزة افتتح الأخوة جرايس أكاديمية خاصة لتعليم فن الجيجيتسو البرازيلية عام 1925 لتكون أول مدرسة من نوعها في العالم خارج اليابان وفق قواعد وتقنيات تختلف قليلا عن أصول الجيجيتسو اليابانية بحيث تجعلها أكثر حدة وتنافس. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام مع الكابتن عبد الله الملا. قلت لي ميكس وخليط ما بين المصارعة والجودو صارت قريبة إلى الجيجيتسو، أكيد قوانين كثيرة، لكن حسيت أن اللعبة الجيجيتسو نفسه انطارح على الأرض، النقاط ممكن جمعها كلها على الأرض، هل هذا صحيح؟ أي. بالنسبة حق اللعبة وعساسة يعني أوضحها أكثر، خلنا نقول الاختلافات ما بين الجودو ويا الجوجيتسو تكون يعني أقرب حق المشاهد. نعم. بالنسبة حق الجودو تكون عبارة عن رميات، الرمية لما يسقط ظهر الخصم على الأرض راح تكون هذه نقطة كاملة، النقطة الكاملة هني راح يتوقف اللعب. اسمها إيبون. إيبون. أوكي. إحنا عندنا بالجوجيتسو البرازيلية لما يصير الإيبون بلعبتنا زين يبدي يكمل اللعب. مو نهاية. حلو. فيبدي اللعب، فجزء كبير من اللعبة إذا مثلاً قلنا تركيز الجودو عبارة عن 80% السقطات و 20% عبارة عن الحركات الأرضية. حلو. فما عندهم تركيز عالي على اللعبات الأرضية، عندهم تركيز وايد عالي على السقطات والرميات. للأمانة هذا التميز يعني ما في لعبة ثانية مركزة على السقطات بالشكل الكبير هذا. تمام. يمكن إلا الجودو. بالنسبة حقنا احنا مختلف اللعبة بشكل كامل، احنا نعكس المعادلة. شلون؟ تكون عندنا 20% عبارة عن سقطات. حلو. و 80% او اكثر، يمكن اكثر من 90% عبارة عن اللعب الارضي. اللعب الارضي ينقسم حق اقسام رئيسية. الاقسام الرئيسية اللي هي الوضعيات الاساسية لما يكون اللاعب طايح على ظهره، فعندنا وضعية الدفاع او وضعية الجارد، عندنا وضعية التحكم الجانبي او السايد كنترول، عندنا الاعتلاء الكامل اللي هو الماونت، وعندنا الاعتلاء الخلفي اللي هو الباك ماونت والباك كنترول. انت قلت لي مسميات جميله بس انا ما اعرفها، والمشاهد يمكن قاعد يشوفها من خلال اللقطات، ابي تشرحها اكثر، وهذا اكيد بعطيك مساحه فيها اكثر يمكن. لكن بتعرف ايضا قبل الى هذه الحركات لان تاخذ مساحه كبيره في الحوار، باخذ الى الزي الجميل اللي قاعد تلبسه، يمكن هو قريب الى لبس الكاراتيه، انا اقول باللون الابيض مثلا، او كل فنون قتاليه تقريبا يروحون الى الابيض ما عدا كم لعبه نشوف الوان غير بالاسود الروح. بس في خطوط حمر، هل الجوجيتسو تتميز بلبسه بهذا الشكل؟ للامانه هذا يعني عندنا شويه اريحيه بالالوان. حلو. يعني ما احنا متحكمين بلون معين ومقيدين لعبتنا باللون هذا، احنا عندنا اريحيه شويه بالالوان. نعم. فعندنا ثلاث الوان رئيسيه كقانون في لعب البطولات، نقدر نلعب باللون الابيض، نقدر نلعب باللون الازرق، ونقدر نلعب باللون الاسود. حلو. فعندنا ثلاث الالوان هذه اللي هي الالوان الرئيسيه اللي نقدر نلعب فيها. اللون المساند اللي هو اللون الاحمر هذا للامانه ما يركزون عليه وايد كثر ما يركزون على وضع الشعارات ووضع الدعايات على البدله نفسها. فعندنا قوانين تبدي تشرح كل بدله وين يبدون يوضعون الشعارات الرئيسيه في الاماكن المسموحه والاماكن الغير مسموحه. يعني اليوم انت نازل. اي نعم. نازل بتباري محمد اكبر، محمد انت لابس ابيض، انا لازم البس وياك ابيض ولا لا؟ لازم نختار قبل المباراه شنو انت تلبس وانا البس. سؤالك وايد حلو. للامانه في بطولات عندنا تكون مثلا تحت الحزم السود. أيه. عندنا الحزام الاسود وهو الحزام الاخير. حلو. فعندنا تحت الحزم السود يكون لهم يعني مو مقيدين.
الحزام الأسود يكون مقيد بلون البدلة. ليش؟ لأن الحزم اللي تحتهم يقومون يعطونهم حزام ويسمونه حزام مسابقة. الحزام المسابقة يكون لون محايد، اللون المحايد عادة يكون الأخضر ويا الأصفر، أو يكون لون أحمر، أو يكون لون أزرق على حسب المنظمة نفسها. أما في نزالات الحزام الأسود هني يبدي يختلف المنافسة، يطلبون من اللاعبين أنهم يحضرون لعب بدلتين، بدلة تكون في اللون الأبيض والبدلة الثانية تكون أحد الألوان الثانية. يعني إذا أنت أبيض أنا أسود أو بالضبط. أزرق ف... يبدون يبلغونك تجهيز في غرفة التسخين. جميل. فلان أستاذ محمد تحتاج أنك تلبس بدلة مغايرة عن بدلة عبد الله. جميل. للحديث بقية وأسئلتنا على قولتهم تونا ما بلشنا شيء، يعني على قولتهم هذه الحلويات احنا نبي ندش مقبلات بالدسم، نبي ناكل الدسم. فأنا وياك إن شاء الله موعدين في مع المشاهدين في حلقة أخرى وجزء آخر نسولف أيضا عن الجوجيتسو بكل تفاصيلها. كل الشكر لك عبد الله، والشكر الأكبر لكم مشاهدين الكرام. لكن بعد 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 مثل ما قال لكم هذه المقبلات الحكي الدسم أكثر والإدام الثقيل راح يكون إن شاء الله في الجزء الآخر. انتظرونا في قانون اللعبة فما الله.